اهلا وسهلا فيكم مشاهدينا ومتابعينا الكرام بهذا الويبينار. معكم جزاف ظهري، محلل ومدرب معتمد من شركة تكمل. نحن طبعا وبنشاطاتنا اليومية اللي بنقوم فيها على صفحة تكمل العربية على فيسبوك بنقوم بتغطيات مباشرة وبنتكلم شوي صغيرة على معظم العمليات الرئيسية وطبعا التحليل التقني بشكل يومي، ولكن حبيت أعمل هذا الويبينار وأشرح فيه استراتيجية تداول، خليني أقول، للمضاربين والمستثمرين. طبعا ما في شك انه الامور يعني منا بهالسهوله، مش يعني استراتيجيه التداول، يعني عم نتكلم على انه ممكن نجني يعني اموال طائله بشكل اذا بدكم عشوائي، طبعا لا، ولكن استراتيجيه التداول هي بتخليكم تقلصوا المخاطر الموجوده بسوق الفوركس، وطبعا لنقل اذا بدكم التجربه لتجربه ناجحه. انا كمحلل تقني عندي خبره بتزيد اكثر من 12 سنه بسوق الفوركس، وانتم عارفين انه سوق الفوركس المخاطر فيه مرتفعه، وخاصه هلا في شهر نوفمبر وديسمبر، ومع يعني اغلاق السنه بيكون في عندي شيء اسمه بروفيت تيكينج او جني الارباح. قبل ما اتكلم وابتدي هذه الاستراتيجيه رح تكون ويبينار مميز جدا ورح تستفيدوا كثير، انا بوعدكم، ولكن في البدايه بدي اقول لكم واحذركم من المخاطر طبعا الموجوده بسوق الفوركس. كلنا بنعرف هذا الموضوع، وممكن انه ما تكون مناسبه لجميع المستثمرين، وقبل اخذ القرار بالتداول لازم تكون عندك، خلينا نقول، مستوى الخبره والرغبه في المخاطره. اوكي، هيدي في البدايه. وطبعا على المحاضر يعني عندي خبره اكثر من 12 سنه بسوق المال وبتداول بالشموع اليابانيه، وايضا استراتيجيه موجات اليوت ويف وهارمونيك باترن وهذه الامور. ولكن اللي بدي اقول لكم اياه، يعني معظم الاشخاص، خليني ابتدي اذا بدكم في البدايه اعرف شوي عن سيكولوجيه التداول او هيكليه السوق بشكل او اخر. اوكي، اللي بدي اتكلم عليه على انه كل الاشخاص اللي بيبتدوا بسوق الفوركس بيبتدوا بالتداول باستراتيجيات طبعا بدائيه في البدايه، وبيرجعوا بيبتدوا بيدخلوا اذا بدكم على امور متقدمه جدا مثل اليوت ويف وفيبوناتشي وهذه الامور اللي عم نتكلم عليها. هلا طبعا اول شيء في البدايه بس بدي حدا بس واحد منكم يكتب لي انه الصوت تمام وشايفين الشاشه تمام لنكفي بس بهذا الويبينار طبعا لو سمحتوا بس. اوكي عظيم، شكرا استاذ نضال. لكن اللي بدي اقول لكم اياه انه على طول اذا بدنا نبتدي، اذا بدنا نقرا كتاب، نحن بدنا نبتدي نقرا كتاب بنبتدي بتشابتر 1 او الفصل الاول، وعلى طول بنتنقل للفصل الثاني والثالث والرابع، بنرجع بنكفي ب اذا بدكم استراتيجيه تداول اكثر وبنتعمق اكثر بالسوق. كل الاشخاص الموجودين معنا هون ابتدوا يدرسوا على جوجل شو يعني فوركس، شو يعني شموع يابانيه، شو يعني هارمونيك باترن، شو يعني الى اخره، بيتقدموا بالتحاليل ليوصلوا الى خلينا نقول نتائج بتدل على انه التحاليل الصعبه هي التحاليل الافضل، اللي هي مثل الهارمونيك، مثل اليوت ويف، مثل هذه الامور كلها. ولكن انا باكد لكم انه 99% من الاشخاص بسوق الفوركس عم يخسروا. ليش 99%؟ وممكن حتى 100%. ليش؟ لانه السوق صعب. طبعا السوق صعب، السوق مش لمين مكان، اكيد مش لمين مكان. انا ما قدرت ادرس 5 سنوات خلينا نقول طبيب لكون طبيب عام، او خلينا نقول حكيم اسنان، انا ما قدرت ادرس خلينا نقول هذه العدد من السنوات لكونها. مش ضروري كل شخص يكون عنده مميزات سوق الفوركس، مش ضروري كل الاشخاص يكونوا يحبوا الارقام. فبهذه الحال اذا في حال انا خسرت مره واثنين وثلاثه وتعلمت ورجعت خسرت، حسيت حالي ما عم بقدر اتاقلم مع هذا المجال، مش بالضروري افترع عليه وارجع اقول انه هذا السوق ما بيسوى وهذا المجال ما بيسوى. انا شخصيا من الاشخاص ومن الامثله اللي طبعا خلينا نقول انه عايش من ورا سوق الفوركس، وكثير عندي اشخاص واصحاب بعرفهم من ورا هذا الموضوع. طبعا من ورا سوق الفوركس يعني بيقدروا يستخرجوا او بيقدروا يجنوا بعض الارباح يتكلوا عليها بشكل شهري. وعليكم السلام، اهلا وسهلا فيك استاذ رفيق. لكن اللي بدي اجرب لكم اياه طبعا من هذه استراتيجيه التداول، بدي لكم فقط 2 او 3% من المضاربين ومن المستثمرين بيستعملوا استراتيجيه تداول بسيطه. شو يعني بسيطه؟ يعني اذا برجعكم لا خليني اقول الشموع اليابانيه كاندل ستيكس، بتقولي لي ولو بدك ترجعنا للشموع اليابانيه نستعمل اشارات شراء وبيع. طبعا اذا في حال بيجي بقول لكم انا الانماط الاحتوائيه والانجولفينج باترن بعدها شغاله 100% بالسوق، اذا برجع على الرسوم البيانيه الكبيره مثل الرسم بين الاسبوعي ل خلينا نقول اليورو دولار وطبعا الذهب، وحيالله رسم بياني، بتقولوا لي ليش اسبوعي؟ بقول لك شو في حال اذا انت اخذت الاشاره على الرسم بياني الاسبوعي ورجعت دخلت على رسم بياني يوم واربع ساعات وساعه ودخلت كمضاربه، ولكن انت خذ الاشاره من الرسوم البيانيه الضخمه. اذا قلت لك انماط احتوائيه على سبيل المثال هذا الرسم البياني عند ارتفاع معين، ومن ثم خلينا نقول شهدنا شمعه
اوكي، هذه الشمعة الحمراء سجلت مستوى اعلى من الشمعة اللي قبلها واغلقت تحت افتتاحها، فاحتوتها. هذه تسمى بالنمط الاحتوائي لانه احتوت الشمعة من فوق ومن تحت، سجلت اعلى من الشمعة اللي قبلها واوطى من الشمعة طبعا اللي قبلها. فبهذه الحالة من وراء ارتفاع معين نتوقع انه هذه الشمعة الحمراء هي اشارة انعكاسية ونتوقع تكملة اتجاه الهابط. ولكن نمط الاحتواء لازم يكون على القمة او على القاع، اوكي، ما لازم يكون من وراء مرحلة افقية بهذا الشكل. هلا بغض النظر اللي عم جرب الكونيه هي من هذه استراتيجيه التداول، طبعا رح اشرح لكم اياها. استراتيجيه التداول رح اشرح لكم اياها، هي استراتيجيه بتتضمن ثلاث مؤشرات اللي هي بولينجر باندز، اللي هي طبعا البارابوليك اس ار لوقف الخساره، واللي هي لتحديد الربح الاليجيتور التمساح. رح نتكلم شوي صغيره عن نقطه دخولنا. اول شيء كل الاشخاص اللي كانوا يتداولوا فوركس وبيعرفوا على انه اذا في حال بدنا ناخذ اشاره جديه من السوق كرمال ندخل او نقطه دخولنا، بيعرفوا كثير منيح انه اصبح عندنا بسوق الفوركس شيء اسمه فولس بريك اوت. شو يعني فولس بريك اوت؟ يعني اختراقات خاطئه، يعني عم ناخذ اشارات غير جديه من السوق، وهذا الشيء عم بيؤدي لصعوبه التداول وصعوبه الفوركس يوم بعد يوم وشهر بعد شهر وسنه بعد سنه. انا لما كنت اتداول بسنه 2011 اكيد غير تداول كليا ونهائيا عن 2018، واكيد رح تكون اصعب سنه 2019. فطبعا بدي اشكون حدكم، انا نحن موجودين بتكمل العربيه على فيسبوك، وبشكل يومي بنجرب ننقل بعض الامور واستراتيجيه التداول بعض الافكار العامه عن سوق الفوركس. نحن منا افضل من غيرنا، ولكن خبرتنا بالسوق بتخلينا ومن وراء التعديلات اللي بنقوم فيها على المؤشرات الموجوده عندي على سوق الفوركس، من الار اس اي اللي هو ما حدا بيستعمله ولكن الار اس اي بقدر استعمله، من خلينا نقول المؤشرات اللي رح اعطيكم اياها اليوم، مؤشر بولينجر باندز كثير اشخاص ما بيستعملوه، ولكن انا بالنسبه لي مؤشر البولينجر باندز هو من افضل المؤشرات اذا عارف كيف تستعمله. ولكن من وراء تعديل معين نحن بنقوم فيه في شركه تكمل، بنجرب ننقل هذه المؤشرات لاستراتيجيه التداول المميزه. هلا بالنسبه لي قبل ما ابتدي بهذه الاستراتيجيه، كنت حابب بس مر طبعا على بعض الامور الرئيسيه. الاجنده الاقتصاديه هو شيء رئيسي لازم نمر عليه. انا ما بامن بالتحاليل الاساسيه، انا فقط محلل تقني، ولكن الامور خلينا نقول مثل الاجنده الاقتصاديه لازم تمر عليها بشكل يومي. اليوم ديسمبر 4 عندي اخبار خلينا نقول بسيطه على الدولار الامريكي، واصلا صارت الساعه 6 7 بتوقيت السعوديه، فبهذه الحاله كل الاخبار المهمه بطلت موجوده او اذا بدكم صدرت البيانات. هلا بالنسبه لغدا طبعا عندي اليو اس دي مورجج اندكس، ماركت كومبوزيت الى اخره، ما بهمني. اللي بدي اقول لكم اياه انه خلينا نقول لازم يكون عندكم بعض الامور او التغطيه العامه اقله على الامور الاقتصاديه، لتعرفوا شو عم بيصير بالبلدان الكبرى، لتعرفوا شو عم بيصير بالفوائد في الولايات المتحده، لتعرفوا شو عم بيصير بالاخبار في بريطانيا، هل يا ترى رح تخرج بريطانيا، رح تاثر بشكل سلبي او بشكل غير سلبي ايجابي الى اخره. هول الامور الاقتصاديه لازم تمر عليهم بشكل يومي، مش هيك تدخلوا على مدونه تكمل او بلوج اللي هو تابع على موقع تكمل، بنعمل ابلود لمعظم الرسوم البيانيه. خلينا نبتدي باستراتيجيه التداول. مركزين معي، رح نبتدي هلا باستراتيجيه التداول اللي هي اسمها الكسر السعري. طبعا اسمها منه مغري وليس مميز، ولكن انا بقول لكم وباكد لكم انه المضمون اكثر من مميز. رح نبتدي اذا في حال بدي خلينا نقول ابتدي باستراتيجيه التداول، رح ناخذ العمله الاوروبيه الموحده او اليورو دولار على القمه، ليتس سي. اوكي، قبل ما ينخفض اليورو دولار، استاذ رفيق شوف الهيكليه اللي دخل فيها اليورو دولار. بدكم تعرفوا شغله، على طول السوق عنده ثلاث اتجاهات، بعرف انه بتعرفوا، اوكي، عنده ثلاث اتجاهات: اتجاه عام صاعد، اتجاه عام هابط، والمرحله الافقيه. الاتجاه عام الصاعد، ليكوا هيدي الفكره شو 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 مهمه وطبعا لها ابعادها. بالاتجاه العام الصاعد ليش ما ممكن نستفيد نحن كمضاربين وكمستثمرين؟ نحن كمضاربين او مستثمرين بالاتجاه العام الصاعد، سيكولوجيه التداول وهيكليه التداول تبعنا ودماغنا بفكر بالبيع. ايه بالبيع، يعني بالاتجاه المضاد. غريبه، يعني بيقول طبعا المضارب انه هذا السوق صار مرتفع كثير، لازم يبتدي بالانخفاض، ندخل بمراكز بيع بالاتجاه العام الصاعد، ما بنقدر نستفيد من كل الارتفاع. وحدا يقدر يقول لي لا، هذا الارتفاع كله قليل جدا، يمكن نص بالمية من المضاربين عبر العالم بيقدروا يمشوا مع سوق ومع اتجاه عام ويستنوا الأرباح. أوكي، هيدا أولا. يعني بالاتجاه العام الصاعد ما ممكن يكون إذا بدكم مرحلة معينة لا نستفيد منها.
الاتجاه العام الهابط لنقطة دخولنا لندخل بفرصة استثمار. طبعا إذا ابتدى الاتجاه العام الهابط وما قدرنا لقينا نقطة دخول مميزة، كمان نفس الشيء، هو هابط السوق وهو عم ينزل، يعني لا شعوريا تفكيرنا وسيكولوجية التداول أو سايكولوجيكال بيهيفير رح تفكر بالاتجاه الصاعد، الاتجاه المضاد. يعني هو السوق عم ينزل رح نكون نحن عم نفكر بالشراء. غريب، بعرف غريب، ولكن هذه الحقيقة. هلا بالنسبة للمرحلة الأفقية هي أصعب مرحلة للتداول، إذا فعلا ندخل بمراكز شراء أما بيع رح تكون خسارة، لأن المرحلة الأفقية هي من أصعب المراحل للتداول للمضارب وأيضا للمستثمرين على المدى الطويل. طيب إذا في حال اتجاه العام الصاعد والهابط ما قدرنا نستفيد منه، والمراحل الأفقية أيضا ما قدرنا نستفيد منها، طيب أي وين ممكن نستفيد؟ عند الاختراقات، عند البريك اوت. شو يعني البريك اوت؟ يعني نحن كمضاربين او كمستثمرين بدنا ننتظر مراحل افقيه، اوكي، مثل هذه المراحل الافقيه اللي عم تشوفوها امامكم، نرسم خطوط دعم ومقاومه غير جديه. ما بيهمني بكل بساطه الدعم والمقاومه اذا كانت دقيقه تحت فوق، ما بيهمني، لانه ما راح استعمل الخطوط وخطوط الدعم والمقاومه، ليكو شو راح نستعمل. قديما بسنه 2008 2009 كنت استعمل خطوط الدعم والمقاومه. اذا بترجعوا لاسعار الذهب، رح ارجع لليورو، اذا بترجعوا لاسعار الذهب على رسم بين الاسبوعي، بترجعوا لسنه 2011 تقريبا 2012، كنا نرسم قديما خطوط دعم وخطوط مقاومه، وبكل بساطه كان السوق يحترمها. لما يخترق، يتم اختراق خطوط دعم ومقاومه، يمشي السوق بالاتجاه الصحيح ونقدر نجني بعض الارباح. ولكن بالوقت الحالي اصبح عندي شيء اسمه فولس بريك اوت او الاختراقات الغير جديه. بتلاحظوا ان السوق بيخترق الخط الدعم بيرجع بيرتفع فوقه، بيخترق خط المقاومه بيرجع بينخفض فوقه. فبهذه الحاله عم بتكون صعبه جدا تحديد اذا بدكم نقاط دعم ومقاومه ونقدر نستفيد منها عند الاختراقات بدخولنا بمركز بيع او شراء. فمش هيك حبيت اطور هذه الاستراتيجيه واستعمل البولينجر باند بدال هذه خطوط الدعم والمقاومه، مش راح استعمل البولينجر باند. تفضلوا شو عم بيصير على الخطوط، على الرسوم البيانيه. خلينا نقول الرسوم البيانيه اليوميه، خلينا ناخذ اليورو دولار على سبيل المثال. اليورو دولار رسمنا خط دعم ومقاومه بغض النظر، قلت لكم عن خطوط دعم ومقاومه ما بيهمني شكلهم، اوكي، ما بيهمني الشكل، ممكن ترسموه بهذا الشكل، ممكن ترسموه بشكل اخر، ممكن ترسموا خطوط دعم، ما بيهمني خطوط دعم والمقاومه قد ما بيهمني انكم انتم تحددوا انه هذه المرحله هي مرحله افقيه. لازم تكونوا عارفين انه المرحله الافقيه لها ثلاث اشكال، مرحله افقيه تذبذب افقي هوريزنتال، يعني عندي مرحله افقيه مايله على ارتفاع، ومرحله افقيه مايله على انخفاض. هيدي ثلاثتنا بنعرفها صح؟ يعني بكون عندي تذبذب مرتفع فيها، ولكن طبعا ميل على ارتفاع بسيط او انخفاض او طبعا مرحله افقيه. المهم بدنا ننتظر الاختراق. قديما كنا ننتظر الاختراق من خطوط الدعم والمقاومه ولا نبتدي بالاتجاه الهابط. هلا اذا في حال نفكر بالاتجاه الهابط بدنا ندخل البولينجر باندز. البولينجر باندز بكل بساطه بندخل بندخل مؤشر البولينجر باندز، راح نخليهم على الارقام نفسها على بيريود 20. ليكو شو سهله، يعني خليها على البيريود 20، اوكي، راح ندخل البولينجر باندز باللون الاخضر، خليه عظيم. البولينجر باند شو بيقول لي؟ بيقول لي عندك خطوط الدعم والمقاومه باللون الازرق، هون حصل الاختراق بهذه الشمعه، اوكي؟ نحن بدنا ننتظر اول شمعه من وراء هذا الاختراق، من وراء هذا الاختراق ما بندخل بمراكز بيع. اختراق خلينا نقول خطوط الدعم والمقاومه قديما كنا ندخل مراكز بيع فورا، ولكن بالوقت الحالي بدنا ننتظر كونفرميشن، بدنا ننتظر تاكيد. شو يعني تاكيد؟ ممكن تطول لناخذ التاكيد. من وراء هذا الاختراق ننتظر اشاره اغلاق شمعه يابانيه تحت خط البولينجر. شو يعني تحت خط البولينجر؟ اوكي، يعني خليني بس ادخل على البروبرتيز، نرفع شوي البولينجر باندز، رح ندخل ب confirmation او تاكيد اول شمعه تغلق تحت خط البولينجر او على يسار البولينجر. هذه الشمعه اللي عم تشوفوها امامكم الحمراء اغلقت تحت خط البولينجر او على يساره، اوكي؟ فبهذه الحاله رح نخليها بس نعلمها او نعمل لها هايلايت، اوكي؟ شوفوا هذه الشمعه، خلينا نعمل اريس هايلايت. هذه الشمعة هي الشمعة
اللي أغلقت على يسار أو تحت البولينجر باندز. بهذه الحالة أخذت إشارة بيع على أنه السوق عطاني تأكيد أنه السوق رح يكفي اتجاه الهابط. شو يعني؟ يعني من وراء ما أغلقت الشمعة تحت على يسار البولينجر أنا بدخل بمركز بيع. أوكي؟ بدخل بمركز بيع. هلأ هذه الاستراتيجية اللي عم فسيلكم إياها طبعا على رسم بياني الأسبوعي، ولكن هي نفس الاستراتيجية رح نشوفها على رسم بياني اليومي، على رسم بياني الأربع ساعات، على رسم بياني الساعة 30 دقيقة، ممكن نستعملها كمضاربة، ولكن بشكل أو آخر هلأ حابب أشرح لكم إياها بس. أوكي؟ لكن اول اغلاق شمع على يسار او تحت البولينجر هي اشاره البيع، هيدي كونفرميشن او تاكيد انه لازم ادخل بفرصه استثمار او نقطه دخول مركز بيع. لكن نقطه دخولي هي هذه المستويات، هذا ارو وهذه الشمعه هي نقطه دخولي. اوكي عظيم. هلا لتاكيد انه فرصه الاستثمار مميزه بدنا نعرض وقف خساره. وقف خسارة هي لازم تكون معروضة على جميع الاستثمارات اللي مدخل فيها وخاصة في هذا السوق. البارابوليك اس ار، البارابوليك اس ار هو من المؤشرات اللي بقدر استعملها كرمال ليكون عندي، خلينا نقول اشارة مميزة. خلينا نشيل بس هالاريز بوينتر نحطها اريز اول دروينز. اوكي عظيم. لكن هيدي نقطة دخولي. اوكي رح نحط عليها ارو من هون، هذه الشمعة هي نقطة الدخول. عظيم. هلا البارابوليك اس ار بدخل على مؤشر البارابوليك اس ار وبتشوفوا انه البارابوليك اس ار موجود تحت الترندز. شو يعني ترند؟ يعني الاتجاهات العامة. شو يعني البارابوليك اس ار تحت الاتجاهات العامة؟ بيساعدني على انه نقدر نثبت الاتجاه العام الطويل ونقدر نستفيد منه بشكل اكبر. ندخل مندخل البارابوليك اس ار. اوكي رح ندخله باللون الاحمر، بنخليه نفس الارقام، نضغط اوكي. بتشوفوا انه اصبح عندي نقاط فوق الشموع اليابانية ونقاط ببعض الاحيان تحت الشموع اليابانية. بهيدي الحالة لما يكون البارابوليك اس ار فوق الشموع اليابانية يعني عندي وقف خسارة فوق، ولما يكون عندي مركز شراء ونشوف النقاط تحت الشموع اليابانية بيكون وقف الخسارة من تحت طبعا. هلأ انا كرمال لحدد وقف الخسارة لفرصة الاستثمار برتفع بفوق الشمعة اللي عطتني نقطة دخول، هذه الشمعة عطتني نقطة دخول، برتفع فوق هذه الشمعة وبيطلع لي نقطة حمراء، هذه النقطة الحمراء هي وقف خسارتي. عظيم. هذه النقطة الحمراء اللي هي فوق شمعة اللي عطتني إشارة دخول وأغلقت على يسار وتحت البولينجر، هذه الشمعة اللي عطتني نقطة دخول وهذه النقطة اللي هي وقف الخسارة من وراء البارابوليك اس اي ار. صار عندي نقطة دخول، دخلت بمركز بيع وصار عندي وقف خسارة. بيبقى عندي تحديد الربح. تحديد الربح شو بده يكون؟ بنمحي البارابوليك اس ار لأنه أصبح عندي تأكيد، بنمحي البولينجر باندز، وهلا بندخل مؤشر الاليجيتر أو مؤشر التمساح. شو يعني اليجيتر؟ يعني تمساح. بتلاحظوا بالاليجيتر عندي ثلاث أرقام اللي هي 13.82، وبالاليجيتر عندي جو يعني حنك او فك الاليجيتر، عند التيث او سنان تبع التمساح، وعند اللبس او الشفايف تبع التمساح. هلا بالارقام يلا استاذ نضال، انا هلا عم باخذ مثل فقط على رسم بيان الاسبوعي اوكي، ولكن رح فرجيكم نفس استراتيجيه على رسم بيان اربع ساعات وساعه. اوكي ما تاكل هم، هذه الاستراتيجيه ممكن تستعملها على رسوم بيانيه صغيره وممكن تكون للمضاربه. هلا الاليجيتر او مؤشر التمساح اوكي هو معمول من ارقام 8 5 3، عم تشوفوها امامكم 8 و5 و3. نحن بنعدل رقم 3 من محها رقم 3 وبندخل ناقص 20 اوكي، وبنضغط اوكي على الاليجيتر. اصبح عند الاليجيتر بتشوفوا انه الاليجيتر معمول ومصنوع من المتوسطات المتحركه. اوكي نقطة دخولي انا عند هذا الارو او هذه هي الشمعة نقطة دخولي، صح؟ حطينا عليها ارو او فلاش. ووقف الخسارة هو هذا الوقف الخسارة اللي هو عدلني. اوكي طبعا على رسم بيان الاسبوعي من الطبيعي انه يكون عندي وقف خسارة 200 او 300 نقطة، واضح جدا. اما تحديد الربح لما المتوسط المتحرك الاخضر
اللي هو يلقب باللبس أو الشفايف، يخترق المتوسط المتحرك الأحمر اللي هو يلقب ب التيف أو السنان. شوفوا شو صار لما يكون عندي، مرحلة أفقية قبل ما يتم الاختراق والتأكيد، بتلاحظوا انه المتوسطات المتحركه عم تلتف على بعضها البعض بشكل غير منتظم، وبهذه الحاله بيكون التمساح نايم. شو يعني التمساح نايم؟ يعني ما عندي اشاره. ولكن لما يصير في عندي اختراق معين ويبتدي التمساح المؤشر، اذا بده يفتح تمه التمساح لياكل، شو بيفتح بالاول؟ مش الشفايف؟ مش اللبس؟ بيرجع بيفتح التيس او السنان تبعه، بيرجع بيفتح الفك تبعه، بيفتح تمه وبياكل التمساح. فلما يكون نايم المتوسطات المتحركه خلينا نقول بشكل عم تلتف على بعضها البعض بشكل غير منتظم، لما يفتح تمه التمساح، اللبس اللي هو المتوسط المتحرك الاخضر، هذا هو اللبس، بده يبتدي بالاختراق بالاتجاه الهابط. ومن ثم المتوسط المتحرك الاحمر اللي هو التيث، اللبس في البدايه، ومن ثم التيث او اسنان، ومن ثم الفك او الجو. فالمتوسط المتحرك الأخضر بده يكون تحت الأحمر تحت الأزرق، وهذا هو اتجاه عام هابط، والتمساح ابتدى يأكل. تمام؟ فبهذه الحالة ابتدينا. أستاذ حسن وعليكم السلام، أهلا وسهلا، أهلا وسهلا فيك بهذه المحاضرة. رح نرجع نعيدها، أوكي؟ هلا رح كفي هذه استراتيجية التداول ورح أرجع أعيدها كذا مرة لتتمكنوا منها وتكونوا عارفين شو عم تعملوا. لكن لما المتوسطات المتحركة تخترق بعضها البعض بالاتجاه الهابط، الأخضر تحت الأحمر تحت الأزرق، أصبح عندي تأكيد على أنه الاتجاه العام ابتدى، وأنا منتظر جن الأرباح. جن الأرباح لما المتوسط المتحرك الأخضر اللي هو اللبس أو الشفايف تبع التمساح يرجع يخترق الأزرق، هذه هي نقطة خروجي. هون عندي طلعوا، هون عندي الاختراق نقطة دخولي، وهون عندي الإغلاق ونقطة خروجي لما المتوسط المتحرك الأخضر اخترق الأحمر. فهذه المسافة هي كل الأرباح، هذه المسافة هي كل الأرباح. طبعا عم بتكلم على رسم بيانة أسبوعي، طبعا عم بتكلم على مسافة ضخمة جدا. بعرف إنه معظم المستثمرين الموجودين معنا أو الأشخاص اللي بيتداولوا بسوق الفوركس ما بيحبوا إنه يتداول على رسوم البيانية الأسبوعية، ولكن ما بعرف ليش. أنا اكثر من اكثر الاشخاص اللي بحب اتداول على رسم بيان الاسبوعي، لانه بكون عم باخذ اشارات جديه، ولو حتى بدي ادخل بوقف خساره 100 و200 نقطه، ممكن اعدل اداره المخاطر، ممكن اعدل راس مالي، او خليني اقول اعدل جزء من العقود اللي انا عم بدخل فيها، بدخل بعقود صغيره وبقدر امشي مع ترند. بدي اسالكم سؤال ولو سمحتوا جاوبوني، اوكي؟ بدي اسالكم سؤال واكتبوا لي بالكومنت او جاوبوني، اوكي؟ اكيد استاذ رفيق رح ارجع اعيد تطبيقه على رسم بيان صغير اربع يومي اربع ساعات وساعه كرمال نشوف كيفيه تطبيقه بشكل دقيق اكثر ونمشي مع اتجاه عام، اوكي؟ ما تاكل هم. بدي اسالكم سؤال بس جاوبوني، اذا في حال انا قلت لكم شو في افضل؟ شو الافضل؟ انه تتداول، بشكل يومي، تدخل اكثر من خمس او ست مراكز او سبع مراكز بشكل يومي، يكون عندك واحد او اثنين ربحانين وثلاثة او اربع خسرانين، وتجني اخر الشهر 500 دولار او 200 دولار او 100 دولار او 1000 دولار او 2000 دولار اللي هي، او انك تدخل بمركز واحد او كحد اقصى مركزين على رسم بيان اسبوعي، وتستنى على مركزك فترة زمنية أطول من العادي، وإنك تجني أرباح جدية بالفعل، يعني تمشي مع اليورو 300 و400 و500 و700 و1000 نقطة، وتقدر تجني مركز واحد بالشهر يعطيك 1000 و2000 دولار. طبعا أكيد بتختاروا إنكم تدخلوا بمركز واحد. أول شيء بتشيل القلق، وما بتضلك عايش على أعصابك بشكل يومي. المضاربة صعبة، كلنا بنعرف انك انت تعيش على اعصابك كل يوم وتتابع جوالك وتعمل قلق، وكل ما تخسر يصير مودك تعبان، وطبعا ترجع ما تقدر تتكلم مع اصحابك ومع عائلتك في البيت ومع مرأتك ومع، يعني بتصير عايش بقلق، صح ولا لا؟ لما تقعد تتداول بشكل يومي بتصير عايش بقلق، وما في شك انه كل الاشخاص بحبوا او بفضلوا انه يتداولوا بمركز واحد ببورتفوليو مانجمنت بشكل صحيح،
مثل الهاتش فاندز الكبار، مثل البنوك المركزية الضخمة، بياخذوا مركز واحد خلال السنة. ليش آخر السنة شهر ديسمبر أصعب؟ لأنه الهاتش فاندز الكبار بيغلقوا مراكزهم وبيجي جني الأرباح والبروفيت تيكينج. طبعا بيعتمد على رأس المال أستاذ نضال، ولكن إذا رأس مالك 100 دولار ودخلت بجزء من العقد 0.01 على رأس البيان الأسبوعي، واستنيت على مركزك أسبوع 2 3 4 5، وين المشكلة؟ وإذا فحال رأس مالك 100 ألف دولار وأيضا استنيت على مركزك أسبوع واثنين ثلاثة وشهر واثنين، شو هالمشكلة؟ شو هالمشكلة؟ أنا عم أقول لك مركز واحد يكون آمن، عم تجني بعض الأرباح. خليني أقول شهر، أنا بدي أدخل بكل مركز شهر. طب أنا إذا بدي أروح أشتغل وأتوظف، مش أنت كل آخر الشهر تقبض معاشك؟ طب ليش من سوق الفوركس كل يوم بدك تعمل مصاري؟ ليش؟ ليش المضارب كل يوم بده يعمل مصاري؟ وانتم عارفين انه مش موجود هذا الموضوع، انك كل يوم تطلع مصاري وتجني ارباح من السوق مش موجوده. خلينا نكون صريحين مع بعضنا البعض، معلش انت اذا بتتوظف بشركه او بمكتب معين كل اخر الشهر تقبض معاشك، طب انت تعامل مع سوق الفوركس بنفس الطريقه، ادخل بمركز واحد، اوكي، اخر الشهر اغلقه واجني الارباح. شو في مشكل؟ مش بالضروري يكون على اليورو دولار، مش بالضروري يكون على استرليني، مش بالضروري يكون على الذهب، مش بالضروري يكون على عملة أو سلعة معينة أنت بتحبها. ما لازم تروح بالعاطفة، وإنما لازم تختار الخيار الصحيح من وراء الشموع اليابانية، من وراء الرسوم البيانية. يعني أنا لما أجي أختار اليورو دولار أكون شايف رسم أو فرصة استثمار عليه، ممكن أدخل بعملة أو سلعة معينة ما بحبها. في كتير أشخاص عندهم عاطفة مع السوق على طول. طبعا استاذ نضال، التقلبات المفاجئه هي يعني بتتخلى عنا. التداول بشكل يومي وطبعا المضاربه بتخليك تعيش بقلق، لانه التقلبات والارتفاعات والفولاتيليتي الموجوده بشكل يومي بتعمل قلق للمضارب. معلش خليني اتكلم شيء بعرف خارج النطاق، ولكن انتم بتعرفوا انه اكثر من 60% من الاشخاص اللي بيتداولوا بسوق الفوركس بصير عندهم ديبرشن وستريس واعصاب ممكن تاثر على صحتهم. ليش؟ لانه مصلحتنا متعبه، بدها متابعه بشكل يومي، متعبه جدا. ولكن اذا انت عم تاخذ او عم تفتتح مركز، تغلق جوالك، تغلق اللابتوب تبعك، تغلق الدنيا كلها، تعيش حياتك، ترجع بعد اسبوع او اثنين تفتح مركز، بعرف صعبه، بعرف صعبه كثير، بعرف يعني ممكن تكون عم بتكلم شيء ما له عازه، وممكن تكون عم تضحك علي بالوقت الحالي، صعب كثير لانه عندنا نوع من الادمان. نحن بنحب سوق الفوركس، بنحب بشكل يومي نتابع السوق، بنحب بشكل يومي ناخذ هذا الشعور والرش منه. انا بفهمكم، وانا بحب كمان ادخل بشكل يومي، وبحب ادخل بمراكز، ولكن انتم عارفين انه مش هذا هو الحل. طب اذا عارفين انه نحن بنحب هذا الموضوع، بنحب نتابع بشكل يومي، بنحب ندخل بشكل دائم بالسوق، ولكن انتم عارفين انه مش هذا هو الحل لجني الارباح، طب شو بنعمل؟ بدنا نتخلى عن وحده منهم، ونحن هدفنا من سوق الفوركس هو جني الارباح. هلا بالنسبه لنا، يعني انتم عارفين بكون واحد فاتح مركز، اوكي، بيربح، اوكي، بيربح طبعا. الطمع طبعا، طمع مهم جدا استاذ رفيق، طبعا طمع مهم جدا. هذه هي الصفقات العديده بشكل يومي، هذا هو طبعا بدل على الطمع وبدل على انه لازم انت بدك تجني ارباح وارباح وارباح اللي هي مش موجوده. هلا خليني اقول لكم بشكل هيك صريح شوي، بنكون احنا عم نتداول بنربح مركز، بنحس حالنا تمكنا من السوق، بنحس حالنا نحن ملكنا السوق، بنروح على بين اصحابنا، بين اهلنا، بين عيالنا. انت شو بتتداول؟ انت شو بتشتغل؟ قديش بتقبض اخر الشهر؟ 500 دولار، 400 دولار، 600 دولار؟ انا بقدر اعملها بالفوركس بخمس دقائق. بتكون انت ربحان مركز واثق من حالك، بتكون مبسوط ومش ضايقتك الدنيا، ولكن هذا بتكون خسران. ما بتقدر تحكي مع اصحابك، بتروح عند اصحابك وبقولوا لك انه انت شو بك، شو حاسس، شو كذا، بتقول له مش قادر تحكي. ليش؟ لانه خسران. ولكن اللي بدي اجرب اوصلكم اياه، الفكره من وراء هذا الموضوع، هو انه انك تعيش بقلق يومي هي غير صحيه. مش هيك عم جرب اقول لك ايه، انه فزت بمركز او اثنين او ممكن تبكي بيوم اخر، فعم اقول لك مركز واحد بالشهر ما بيشكي من شيء. خليني ارجع اقول لكم هذه الاستراتيجيه، رح اعطيكم على سبيل المثال على رسم بين اليوم، اوكي، رح اصغر تايم فريم لرسم بين يومي. اسعار انصه الذهب، خلينا نقول، اوكي، انصه الذهب
هذه المرحلة هون بسنة 2010 2011 2012 ممكن ندخل طبعا باستراتيجية تداول هلا، ولكن يعني خليني أقول لكم ممكن ندخل برسم بيني هلا مثلا على سبيل المثال أسعار الذهب لما انخفضت هلا ليتلي، ولكن بدي أدخل على رسم بيني 4 ساعات وساعة لأفرجيكم هذه الرسوم البينية. ولكن هلا بس خليني أشرح لكم آخر مرة الرسوم البينية، أو خليني نقول على رسم بيني اليومي لنقاط الدعم المقاومي، وتتمكنوا من هذه الاستراتيجية، ومن ثم رح ندخل على طبعا رسوم بيانية أصغر. أوكي، خلينا ندخل آخر مرة على رسوم بيانية يومية ونرجع من صغير تايم فريم. خطوط دعم ومقاومة، من الواضح إنه الكل بيعرف يحدد خطوط دعم ومقاومة. تمام، خطوط دعم ومقاومة، انتم عارفين انه خطوط دعم ومقاومة ما بتكفي، لانه سوق الفوركس بالوقت الحالي عم يعمل لي فولس بريك اوت واختراقات. شو اختراقات غير جدية. تنقدر نتخلى عن هذه الامور شو بنعمل؟ مندخل مؤشر البولينجر باندز في البداية، مؤشر البولينجر باندز، نضغط اوكي، نعمل زوم ان، من ورا الاختراق من خط الدعم بننتظر شمعة تغلو على يسار من وراء اختراق خط الدعم، يعني الخط الازرق. اوكي، ننتظر شمعة تغلو على يسار او تحت الولينجر باند اللي هي هذه الشمعة، شفتوها اغلقت تحت البولينجر باندز، هذه الشمعة على يسار او تحت البولينجر باندز، اعطيتني تأكيد او كونفرميشن على انه الاتجاه الهابط قد ابتدى وراح يكفي. بعرف ممكن تاخذ الاشارة متأخرين شوي، ولكن ما بيأثر ولو دخلنا متأخرين شوي على مراكز البيع. بعرف انه نحن سيكولوجية المتداولين وطمع المتداولين لازم يدخل بمركز شراء على القاع ومركز خلينا نقول بيع على القمة، وانتم عارفين هذا الشيء ما انه موجود، ممكن يكون موجود بفرصة بشكل مفاجئ او بجولدن اوبورتيونيتي، ممكن تسائب انك تدخل بمركز شراء على القاع ومركز بيع على القمة، ولكن بمعظم الاحيان ما موجوده. فبدك تتخلى عن كبريائك وبدك تنتظر اختراق، ولو حتى انك عم بتبيع او عم تدخل بمراكز بيع على القاع. فبهذه الحاله من وراء اختراق خطوط الدعم والمقاومه واغلاق شمعه تحت البولينجر باندز بدخل بمركز بيع. راح نحدد نقطه دخولنا اللي هي هذه نقطة دخولنا عند الأكس الحمراء. تمام، وقف خسارتنا وين يا جماعة؟ شو بنعمل؟ قلنا بنشيل البولينجر باندز، لأنه إذا في حال الشموع ما أغلقت تحت البولينجر باندز يعني ما عندي إشارة بيع، ممكن تلمس البولينجر وترتفع، ولكن إغلاق تحته بيكون عندي إشارة. وين وقف الخسارة يا جماعة؟ هل يا ترى السوق دغري رح يمشي معك؟ طبعا لا. هل يا ترى رح تبتدي دغري بالأرباح؟ طبعا لا. بدك تطول بالك شوي، بدك تشوف نسبة خسائر، بدك تشوف إنه السوق رح يرتد عليك بالاتجاه المعاكس، ولكن أنت لأنه نفسيتك والديسيبلين تبعك مميز ورح تغض النظر عن هذه التقلبات ورح تنظر على المدى الوسط للطويل وتطول بالك وتصير مستثمر حقيقي، ما رح تتفرج للخسارة ولا ما رح تغلق مركزك على خسارة. صح ولا لا؟ لازم نطور تفكيرنا. لكن وقف الخسارة، بنلغي البولينجر بانز لأنه خدنا إشارة الدخول، هيدا أهم شيء، نقطة دخولنا. هلأ وقف الخسارة، هذه شمعة الحمراء هي نقطة دخولنا أو شمعة دخولنا. بارابوليك اس اي ار، نضغط عليه، نضغط أوكي. النقطة الحمراء، النقطة الحمراء فوق الشمعة اللي أعطتنا نقطة دخولي هي وقف الخسارة، صح ولا لا؟ يعني وقف الخسارة هو هذه التشيك، صح؟ قرب هذه النقطة الحمراء هي وقف خسارتي. أصبح عندي نقطة دخول على هذا الخط الأزرق، أوكي؟ خلينا نحدد بخطوط واضحة، هذا الخط قلنا نقطة دخولي أصبح عند الأكس، وعند هذا التشيك اللي هو هذه النقطة اللي هي اعطتني بارابوليك اس ار فوق نقطة الدخول او فوق شمعة دخولي هو وقف خسارتي، هذا هو وقف خسارتي. تمام، اصبح عندي نقطة دخول، دخلت بمركز بيع على الذهب، وقف خسارتي على النقطة وعلى البارابوليك اس ار، محيت الانديكيتر، اصبح عندي رسم بياني واضح عظيم. خط التحتاني هو نقطة دخولي وخط الفوقاني هو وقف خسارتي، عظيم. هلا وين بقدر اجني الارباح؟ إذا في حال سألت حدا منكم لوين رايح أسعار الذهب بالوقت الحالي، حدا بيقدر يجاوبني؟ أكيد لا.
ولو كنت محلل تقني، ولو كنت محلل رائع واكثر من رائع ولك بتتداول بالسوق اكثر من 5 سنوات وعشر سنوات وعشرين سنه، ما حدا بيعرف السوق لوين رايح، ما حدا بيقدر يحدد الاتجاه او نقطه خروجنا من السوق. عن هيك لازم ننتظر اشارات. اذا في حال سالتني جوزيف هلا شو رايك بالذهب؟ لك ما بعرف، ولكن هل يا ترى عندك استراتيجيات ممكن تعطيني، خليني نقول اهداف؟ بقول لك طبعا ممكن نستعمل بعض الاستراتيجيات واحدد لك او سيناريوهات مفترضه على انه اذا تم اختراق هذه النقطه راح يرتفع لهذه النقطه، واذا اخترق هذا القاع راح يروح لهذه الكعان، واخترق هذا الكم اللي راح يكفي اتجاه الصاعد. طبعا سيناريوهات مفترضه، كلام فاضي كلام فاضي. لازم نستعمل الاليجيتر او مؤشر التمساح اللي هو مصنوع من المتوسطات المتحركه، اللي هو من خلاله بقدر احدد نقطه خروجي. مؤشر الاليجيتر بقوم بتعديله بالباراميترز، قلنا من رقم 3 على اليمين تحت رقم 3 بنعمل له ديليت، بندخل محله ناقص 20، وهذا هو الاليجيتر الجديد. شو بيصير بهيدي الحاله؟ نقطة دخولي بضلني داخل بمركز بيع لحديت ما المتوسط المتحرك على الأخضر اللي هو الشفايف اللي هو اللبس يخترق المتوسط المتحرك الأحمر بالاتجاه الصاعد. هذه هي الأرباح اللي جنيتها. هلا من الواضح أنه السوق نزل أكثر، نزل لقيعان أكثر من الأرباح اللي أنا جنيتها. وبالفعل إذا في حال بدي أنا أغلق مراكز على القاع بكون هذا هو التيك بروفيت تبعي، إذا بدي أطمع أكثر هذا هو التيك بروفيت، ولكن إذا بدي أنتظر أنا المتوسط المتحرك ليخترق بكون السوق ارتد شوي من آخر قاع وبكون خسرت شوي صغير من الأرباح، ما بيأثر ولكن المركز ربحان. إذا في حال جيت قلت لك أنا عندي هدف أو فرصة استثمار نفس المسافة، يعني عم اقول لك حط وقف خساره 100 نقطه مع تحديد ربح 100 نقطه، بتقول لي واو شو هالمستثمر الفاشل عم تعطيني خساره وريسك ومخاطر نفس الكميه او نفس الهدف. طبعا منك مستثمر ناجح. انا بقول لك اذا في حال في عندك فرصه نجاح 90 او 99% بتفوت فيه ولا لا؟ اكيد بفوت فيه. اذا في حال عندي فرصه نجاح اكثر من غيري واخذت اشارات من 3 مؤشرات عم بستعملهم وهذه استراتيجيه عم بتداول فيها عم طبقها لاكثر من 5 سنوات بالسوق وناجحه، بتعملها ولا لا؟ اكيد بتعملها وبتتخلى عن كل المضاربه اللي بتتداول فيها بشكل يومي. هلا رح انقل نفس استراتيجيه التداول لرسم بياني اصغر. اتفقنا على هذا الموضوع؟ رح ننقل لرسم بياني اصغر. في أي سؤال بالنسبة للمؤشرات أو كيفية تدخيل المؤشرات؟ ممكن بس حدا يقول لي إذا عنده أي استفسار بالنسبة لكيفية تدخيل المؤشرات اللي هي الأليجيتر والبولينجر والبارابوليك أس آر، لأن أنا عم بدخل أو عم بمر عليهم بشكل سريع على أنه أنتم عارفين كيفية تدخيلهم، تضغطوا على الكروس هير باللون الأخضر، أوكي؟ وبتضغطوا على البولينجر باند أو البارابوليك أس آر أو الأليجيتر، أوكي؟ بس حدا يقول لي اذا تمام والامور كلها تمام والصوت بعده واضح. اوكي استاذ رفيق عظيم. لكن رح ادخل او غير التايم فريم او رسوم بيانيه لرسوم بيانيه اصغر، اوكي؟ من رسم بياني يومي لساعه. خلينا نختار على سبيل المثال الدولار ين. اوكي؟ الدولار ين. إذا في حال بدي أقول لكم الدولار ين بدنا نتداول فيه، بتقولوا لي الدولار ين كل ما يدخل، الدولار ين من العملات البطيئة جدا أنتم بتعرفوا، يعني إذا بدك في حال بدك تتداول بالدولار ين أقله بدك تنتظر أسبوع أسبوعين على فرصة الاستثمار والتداول تبعك لأنه بطيء جدا، ولكن لما يمشي بالاتجاه العام بيكون مشي بشكل ضخم جدا والترند از يور فريند بالدولار ين. هلا على رسم بيان الساعة خلينا نقول اذا في حال بدي افكر بفرصه استثمار ونفس استراتيجيه التداول اللي بقدر اقول لكم اياها بكل بساطه انه بدنا نلاقي مرحله افقيه على سبيل المثال لقينا قمة، هلا رسم بياني ساعه صح ولا لا؟ لقينا قمة معينه على الدولار ين، قلنا بنرسم بشكل عشوائي خطوط دعم ومقاومه وبغض النظر اذا هي مزبوطه ولا لا، اوكي؟ بغض النظر
الاختراق من خطوط الدعم والمقاومة من الواضح انه هي موجودة هون. شوفوا، هذه هي، هذا الاختراق، صح ولا لا؟ ولكن نحن من وراء الاختراق نتوقع اعادة امتحان، انتم بتعرفوا قبل تكملة اتجاه الهابط. ولكن بالنسبة لنا كنا ننتظر قبل الاختراق لندخل بمراكز بيع، ولكن بالوقت الحالي لننتظر تأكيد شو رح نعمل؟ ممكن حدا يجاوبني بالوقت الحالي، بس هيك بشكل سريع بس لاقول لشوف اذا انتم فاهمين معي على نفس الموجه. قديما كنا نستعمل خطوط دعم والمقاومه للتاكيد او لا ناخذ كونفرميشن وتاكيد على الاتجاه. هلا بهذه الاستراتيجيه شو عم نستعمل في البدايه؟ كرمال نتاكد انه عندي نقطه دخول مميزه وكونفرميشن وتاكيد على اتجاه العام الهابط، نشوف البولينجر. استاذ حسن 100%، نشوف البولينجر، مندخل البولينجر، ومن ورا ما ندخل البولينجر بننتظر اغلاق شمعه من ورا اختراق خطوط الدعم. طبعا بننتظر اغلاق شمعه على يسار البولينجر، وهذه هي الشمعه اللي شفتوها اغلقت على يسار البولينجر، تحت البولينجر يعني تحتها، بكل بساطه واضحه 100%. استاذ لمير زكريا اهلا وسهلا فيكم 100%. البولينجر بانس واغلاق شمع على يسار او تحت البولينجر، هذه اشاره او نقطه دخولنا. نقطه دخولنا حصلنا عليها، رح نعدل نقطه دخولنا لنحط الخط باللون الاحمر. اللون الاحمر هو نقطه دخولنا، اوكي؟ هذا الخط الاحمر هوريزونتال هو نقطه دخولنا لانه اغلقت الشمعه تحت البولينجر. وين وقف الخساره؟ بكل بساطه بنمحي هلا البولينجر، بطلنا بحاجه له. وقف الخساره وين راح يكون يا جماعه؟ باستعمال شو؟ البارابوليك مؤشر، البارابوليك اس اي ار. البارابوليك اس اي ار هي فقط نقاط تحت فوق او تحت الشموع اليابانيه. اذا في حال المركز بيع راح دخل وقف الخساره بالبارابوليك اس اي ار فوق الشموع اليابانيه. نقطة دخولنا هي هذه الشمعة الحمراء، بنرتفع فوق الشمعة الحمراء، اوكي؟ بس شوفوا خلينا اضوي لكم عليها هايلايت. فوق الشمعة الحمراء اللي هي نقطة دخولنا، هذه الشمعة الحمراء، رح نرتفع ونشوف نقطة البارابوليك اس اي ار. وهذه البارابوليك اس اي ار اللي هي فوق بالضبط نقطة او الشمعة اللي هي نقطة دخولنا، هذه الشمعة اللي هي نقطة دخولنا، وهذه النقطة الصفراء اللي هو وقف الخسارة. بناخذ هذا المستوى وبنروح على طبعا الهدف او الرقم اللي هو وقف الخسارة. صارت واضحة كيفية استعمال البارابوليك اس اي ار اللي هي النقطة اللي هي فوق شمعة دخولنا. بفتكر بسيطة. اوكي؟ اوكي. هلا بنرجع بنشوف التطبيق الحالي. اوكي، بغض النظر انا عم بعطيك سيناريوهات مفترضه على امور طبعا حصلت، ولكن هلا بنقدر نشوف طبعا اختراقات معينه او سيناريو مفترض على شيء ممكن هلا يحصل عنا. ولكن خليني بس كفي هذه الاستراتيجيه. هلا للاشخاص اللي متابعيني، لكن صرنا عارفين انه وقف خسارتنا، خلينا نحط وقف خسارتنا بالخط الازرق. الخط الازرق هو وقف الخساره اللي هو فوق شمعه البولينجر او فوق شمعه دخولنا، خلينا نقول اوكي فوق شمعة دخولنا هو وقف الخسارة هو بالخط الأزرق. ليك وقف الخسارة، دخلت بمركز بيع على الدولار ين 113.71 مع وقف خسارة 113.99، 20 نقطة تقريبا. هلا إذا المضارب بده يقول لي كمان 20 نقطة ما إنه قادر يتحملها، يعني ما في استراتيجية يعني. اوكي اوكي ممكن تختار الشمعه اللي اغلقت تحت البولينجر، يعني بغض النظر عن خطوط الدعم والمقاومه. انا اللي قلت لكم اياه انه انتم بتحطوا خطوط الدعم والمقاومه فقط للتاكيد اذا بدكم انه تم الاختراق من منطقه معينه او من مرحله افقيه. ولكن اول اغلاق تحت البولينجر هو نقطه الدخول، يعني ان كان هذه الشمعه او هذه الشمعه، عندي هول الشمعتين الموجودين هون هن اللي اعطوني اغلاق اذا بدكم او اختراق معين، اوكي؟ بغض النظر عن خطوط الدعم والمقاومة، أوكي؟ خطوط الدعم والمقاومة هن فقط لتحديد المنطقة الأفقية أكثر من أنه انتظار أغلاق تحتها، أوكي؟ هلأ، لكن نقطة الدخول حصلنا عليها، نقطة الدخول، وقف الخسارة من وراء البارابوليك أس آر أيضاً حصلنا عليه. هلأ، تحديد الهدف، حدا بيعرف شي الدولار ين لوين نازل؟ طبعاً لا، ما حدا بيعرف.
هل يا ترى بنستعمل مؤشر الاليجيتر؟ طبعا بنقوم بتعديل مؤشر الاليجيتر ايضا للماينس 20، اهم شيء بدل 3 ماينس 20، بنضغط اوكي وبننتظر. هيدي نقطة دخولنا صح؟ هذا وقف الخسارة، وبننتظر المتوسط المتحرك الأخضر ليخترق الأحمر بالاتجاه الصاعد، وبتكون نقطة خروجنا صح ولا لا؟ وهذه نقطة خروجي، وهذه الأربحة اللي جنيتها. أغلقت المراكز على مستوى 112.50 صح ولا لا؟ إذا في حال بدي أدخل بمراكز بيع على 112 أو 113.77 مع وقف خسارة 113 10 113.99 20 نقطة وقف خسارة، ليكو قديش جنية الأرباح؟ جنية الأرباح من ال 113.77 لل 112.50 120 نقطة. هيدي بمضاربة، على رأس مبين الساعة مع اختراق وتأكيد البولينجر ووقف الخسارة على الأليجيتر بارابوليك اس ار وتحديد الربح على الاليجيتر مع تعديل الاليجيتر. ليش بعدل الاليجيتر؟ انا ليش بعدل الاليجيتر؟ لانه اذا في حال ما حطيته ناقص 20، اللبس او المتوسط المتحرك الاخضر بيكون قريب من المتوسط المتحرك الاحمر وبيتم الاختراق بشكل سريع. وانا معنا شو بعمل بالمتوسط المتحرك؟ ليكو الاليجيتر لما حطه 3 او ريسات لل 3، ليكو الاخضر وين بيخترق؟ الاحمر، شفته؟ مشان هيك هذه الاستراتيجيه بتقول انه لازم بالبارابوليك اس ار نعدل ال 3 لماينس 20 من بعد المتوسط المتحرك الاخضر لنمتد بالتحرك وبالاتجاه العام لوقت اكثر لفتره زمنيه اطول، والارباح طبعا بتصير اكثر. مزبوط ولا لا؟ واضحه هذه الاستراتيجيه على رسم بيان الساعه؟ صارت واضحه عليكم على رسم بيان الاسبوع واليوم والساعه؟ للاشخاص اللي طبعا فهموا هذه الاستراتيجيه بس يعملوا لي ثامز اب، او اذا حبوا هذه الاستراتيجيه يقولوا لي بس لو سمحتوا، كرمال لاشوف انه ما عم بحكي حالي، ولكن احب انا اقول لكم انه هذه الاستراتيجيه بستعملها. هل يا ترى بستعملها بشكل يومي؟ اهلا وسهلا فيكم، اهلا وسهلا فيكم، ان شاء الله تكونوا استفدتوا من هذه المحاضره. يعني انا عم جرب، انا بوعدكم رح يكون في محاضرات لاحقه عن اليوت ويف، عن موجات اليوت، ومحاضرات لاحقه عن فيبوناتشي، ورح يكون عندي محاضرات لاحقه شوي صغيره عن سيكولوجيه التداول وكيفيه استعمال، اذا بدكم سيكولوجيه التداول لنقلبها للتداول اذا بدكم بشكل اوضح او نقلص المخاطر. ولكن هذه استراتيجيه باستعمال البولينجر لدخولنا، باستعمال الاليجيتر الباراوليك اس ار لوقف الخساره، والاليجيتر لتحديد الربح، بتاكد على انه ولا اي مضارب ولا اي مستثمر ولا اي محلل بسوق الفوركس ممكن يكون صادق اذا في حال عطاكم نقاط دخول وخروج من سوق الفوركس. اذا سالتوا اي محلل شو رايك باليورو؟ شو رايك بالذهب؟ شو رايك بالاسترليني؟ وعطاكم جواب قولوا له كذاب، وانت كذاب واكبر من كذاب، لانه ما حدا بيعرف شيء بالسوق، وما حدا بيعرف السوق لوين رايح، وما حدا بيعرف نقطه دخولنا، صح ولا لا؟ البولينجر بانز هو الوحيد اللي بيعرف نقطه دخولنا، مؤشر الاليجيتر هو الوحيد اللي بيعطيني اشاره على انه لازم فل، صح ولا لا؟ مؤشر البارابوليك اس ار هو الوحيد اللي بيعطيني وقف الخساره، ولا اي محلل ولا تفسير اخر ولا اي شيء ممكن طبعا يعطيني اشاره ونقطه الدخول والسوق لوين رايح. هل يا ترى السوق في حدا قدر حلل الذهب بده ينزل من 1900 ل 1000 دولار؟ طبعا لا. في حدا قدر حلل انه النفط رح ينزل من 114 دولار بالبرميل لل 20 دولار؟ طبعا لا. في حدا حلل انه اليورو دولار من مستوى ال 150 لل 104؟ طبعا لا. ممكن يكون في سيناريوهات مفترضة وممكن حدا يصيبها بالصدفة، ولكن التداول الجدي والأرباح الجدية اللي بدنا نجنيها يا جماعة هي من وراء مؤشرات اللي عم بشرح لكم إياها وممكن نستفيد منها. أنا بالنسبة لي كانت انتهت هذه المحاضرة، إن شاء الله تكونوا استفدتوا منها. تابعوني على صفحة تكمل العربية على فيسبوك، اعملوا سيرش تكمل العربية، أوكي؟ يعني طبعا موجودين نحن بشكل يومي وباستراتيجيات تداول اكثر من رائعه، وبنمر على معظم الرسوم البيانيه الموجوده عندنا على منصه التداول، وبنجرب نتداول ايضا. عندي حساب تداول هون هلا في 4800 دولار بتداول امامكم، بعمل لايف تريدنج. جربوا تابعونا بشكل يومي، انا بكون اكثر من سعيد انه اشوفكم بجلسات الصباحيه، اوكي؟ ان كان استاذ زكريا، استاذ نضال، الامير، حسن، رفيق، اصلا استاذ رفيق موجود معنا بشكل يومي،
انا بتشكر وجودكم ومتابعتكم لإلي بهذه الجلسه، وان شاء الله تكونوا استفدتوا منها. كان معكم المحلل التقني من شركه تكمل جوزيف ظهريه، الى اللقاء.